العرس بمحل معين، مهنة التمثيل مثل الفن مثل الإعلام مثل أي مهنة موجودة على وجه الأرض فيها منافسة، بس اللافت بلبنان وخصوصا بمجال التمثيل أنه دايما دايما نشوف اللبنانية بين بعضهم بحقه مش منيح، يعني وما في مثل ما أنت هلأ عم تحكي كمان أنه ما في تكاتف بين بعضكم من أجل قضية وحدة اللي هي ممكن تنشل الكل. ليش برأيك عداوة الكار أو المنافسة دائما بتكون غير شريفة بين أهل التمثيل؟ لا مش كتير دقيق، منا دائما غير شريفة، لا غير شريفة. بيجي بقول لك هلأ أنا المنافسة غير شريفة معناتها كل العالم عاطلة بحق بعضها، لا مش مزبوط هذا الشيء. في عالم كتير منيحة مع بعض، يعني في عالم كتير منيح بيعرفوا يحطوا إيدهم بإيد بعضهم، بس بنفس الوقت في عالم هي موجودة بكل المهن مش مقضية، يعني ما وقفت علينا الشغلة بالمسلسلين وين ما كان عندكم بمجال التمثيل. يعني مش مثل لك ليه، لأنه نحن بالواجهة، نحن أشخاص نشتغل بالعلن، public figures كل العالم تعرفنا، فبيصير في إذا بدك ببعض المطارح إنه خي بدي أجرب زيحه توقف محله، يعني للأسف. تبه أنا برجع بقول لك ما عندي مشكلة بسمي شغلات مثل ما هي، بس أنا كمان في شغلة برجع بسكت أنا أوقات بقول إنه خي ما لي حق أحكي، لأنه اليوم في مسلين ما عندهم غير مهنة التمثيل وعندهم عيال، وهالعيال بدها تربى، وهالولاد بدهم ياكلوا بدهم يتعلموا. ما فيني انا اجي مثلا اقول انه خي ليه عم تقبل بهالقد، بس بقدر اقول مثلا انا بمون انه طب جرب اعمل شيء مثلا انت وهالاشخاص اللي بتحسوا حالكم بنفس الفئه انه شوي يعني تنتقدم. ما كيف بدنا نتقدم؟ رح اوقف عند جمله كارلوس قلتها بدي زيحه لاركب محله، بموضوع مسرحيه شمس وقمر، ضايقك اسلوب استبعادك بعد ما تم يعني عرض العمل عليك؟ واخر شيء حسب يعني هذا منين عرفتوا الموضوع انت؟ شغلتي اعرف الموضوع انه استبعدوك وجابوا بدالك استاذ عاصل حلاني. اول شيء ما اجى بدالي، اجى على محله، لانه انا استاذ عاصل حلاني بحبه كثير وبحترمه كثير. يعني ما بتعتبر انه زاحك ليركب محلك؟ لسبب بسيط، انه ما حدا محل حدا، كل واحد عنده محله. بس بفرق بسيط جدا، انه لما بلشت الخبريه انه كنا انا والست لطيفه. مظبوط. والاجتماعات اللي انعملت يبدو انه مغضوبين عليكم اثنيناتكم انت والست لطيفه. مغضوبين؟ مين اللي بده يغضب علينا يعني؟ وقديش له حق يغضب علينا اساسا؟ النقطه هي انه كان المشروع انا والست لطيفه، والاجتماعات اللي انعملوا وقراءات النصوص وعشوائي كنا بلشنا نسمع ألحان وإلى آخره، كان بعدها هيك الفكرة. هلأ صار في فترة طويلة عبنا أنه بده يتدبر إنتاج، وبعدنا عم ندبر إنتاج، وبعدنا عم نعمل اتصالاتنا بلجان المهرجانات الكبيرة والدولية بلبنان. الحجج الوهمية بهيدي الفترة، ما بعرف إذا حجج وهمية ولا حجج مزبوطة، بس بهيدي الفترة كلها أنا هون كنت بعيد عن الموضوع، لأنه ما عد الأشخاص المعنيين على هذا بهذا الموضوع اتصلوا فيي. وإذ أفاجأ بأنه أنا من الإعلام، وهو شيء مؤسف، لأنه أنا كنت بعتبر أنه في علاقة بتتخطى علاقة الشغل بيني وبين القيمين على هذا العمل، يلي هي علاقة إنسانية وعلاقة شخصية، اللي هو بالنسبة لإلي أنا أهم بكثير من الشغل، بغض النظر عن كل شيء. هذا مطل، بغض النظر عن كل شيء عم بيصير بواجهة المسرح. المسرح هم بقصد فيه المسرح كمسرح، بقصد في تلفزيون وسينما ومسرح وكل شيء. بغض النظر عن اللي عم يصير بالواجهة، أنا بهمني الكوليس، قديش نضيف الكوليس. مظبوط، وهذا أهم شيء. ما يميز مسرح جورج خباز يعني بهيك بين هلالين، الكوليس النضيف. ايه وفاجأ أنا أنه بالصحافة صار في أستاذ عاصل حلاني، وبرجع بقول لك بيجي على محله مش على محلي أنا. وصار في نادين صديقتي اللي بحبها كثير، وقلت من يومين من 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 جمعتين تقريبا بلقاء انه احسن اختيار ان كان استاذ عاصي حلاني ولا نادين الراسي. انا عتبي اكيد مش على هول اثنين، لانه هول اثنين يمكن ما كانوا عارفين انه انا موجود. موقف كبر منك، أكيد بس اكيد تشعر ب مش قصه انه انا عم بصطنعه، انا هيك. بس انا لومي وعتبي انه اليوم في اتيك بروفيسيونيل، يلي هي باللغه العربيه اخلاقيات المهنه. انه اليوم انا افترض انت دعيني على برنامج ابيض واسود، اوكي ابيض اسود ومتفقين انه انا جاي مثلا لعندك بهذا الوقت، اوكي، وما اوصل لعندك. يه لحظه شوي، لو شو ما كان بني في شيء اسمه تليفون، هذا اسمه سيلولر، انت اصلا تاخرت بيتصلوا فيه العالم بسبب عجقه السير مش طبيعيه.
بتلفن واحد بيقول يا خي نحن صار معنا واحد اثنين ثلاثة لأسباب معينة. طيب. لأنه أنا بتعامل هيك مع العالم فبالتالي بحب العالم تتعامل معي بنفس الأسلوب. جينا على ذكر كلمة أخلاقيات المهنة. إذا حطيت إذا اليوم حطيت كارلوس عزار محل عاصي الحلانة تمشي بالمشروع؟ هلأ؟ أو بعمل مستقبلي يعني افترض كانوا حاكين مع عاصي الحلانة. ايه؟ وكمان ما اتصلوا فيه وما ردوا عليه خبر وجابوا كارلوس وعرف كارلوس انه هذا كان العمل مقدم لعاصي الحلاني او اكس من الناس. لا انا اول شغله بعملها هي بتلفن لعاصي الحلاني اذا كان عاصي الحلاني خلينا نقول اكس لانه مش يعني مش هو شخص بتلفن لاكس بقول له مرحبا انا اسمي فلان الفلاني وصار واحد اثنين ثلاثه في مجال افهم شو صاير معك تعرف انا وين رايح هي اول شغله بعملها بس انا اكيد انه لا استاذ عاصي الحلاني عملها معك عاصي حكي ما اكيد ما كان عارف اكيد انا بضمن لك ما كان عارف بضمنها طيب لانه ما عندي شك ولا نص بالمية باخلاقياته المهنيه لعاصي الحلاني طيب بعدنا عم نحكي شوي بقصص لها علاقه بكارلوس عزار وبمحل معين خليني انا التعبير اطلقه انه هناك من يضع العصب التواليب امام مسيرتك امام نجاحك امام الموهبه اللي انت بتتمتع فيها واللي هي بمحل معين تشكل خطر على البعض كمان بمسلسل باب إدريس انحكى انه لانه يعني يقال اليوم انه هناك غصة عند كارلوس عزار انه بعده مش عم بحسسوه المنتجين انه قادر يشيل مسلسل بدور بطولي كامل لحاله لا مش مزبوط هذا الشيء مش مزبوط هذا انت منك بهذا السياق ما اساسا ما بدك تشوف اول شيء بدك تشوف يعني انت خليني اوضح لك سؤالي بدك تشوف سير انا فهمت عليك بس بدك تشوف سير الاعمال يعني بدك تحطهم ورا بعضهم نعم يعني شو اسمه بين بيروت ودبي كان شبه بطوله جماعيه عصر الحريم كذلك الامر باب ادريس بطوله جماعيه لما انا قررت اطلع من بطولات الجماعيه عملت مسلسل بطولة أنا وماجي أبو غصن يلي اسمه ديو الغرام وكنت قبله شاغل مع أستاذ مروان نجار بسلسلة ثبات ونبات بطولة مطلقة وهلأ عندي مسلسلين بطولة مطلقة أنا قررت أنه تجربة البطولات الجماعية انتهت هلأ صار في تجربة أخرى خليني أرجع بس شوي مش معناتها أنه منجين مديوسة أو أبدا لا مش مزبوط هذا لا لأنه بتحس أنه أنت قادر تعمل بطولة يعني هن بيحسسوك أنه أنت ما قادر تشيل مسلسل بطولة ولا مرة حسسوني هيك بالعكس لا طيب وفي ما زياد شويري بشركه اونلاين برودكشن من اول الاشخاص اللي قال انه كارلوس اكيد بيشيل مسلسل وعملنا 50-50 كمان بطوله مطلقه فيما يتعلق بس بالبطوله المطلقه بديو الغرام كتب وبسبيل بعرض النقد انه انكتب انه انت ما قدرت تنقذ المسلسل كبطل مع ماجد مين كتبها ما قريتها انا مش موجوده عندي بالارشيف مين كتبها رايحه عنك مين كتبه؟ في موقع إلكتروني منزل نقد بما يتعلق بهذا الموضوع أنه ما قدرت تنقذ المسلسل كبطل ما مش بده يعذرني هذا الشخص اللي كاتب يعني يمكن ملخبط بنوعية الكلافيه اللي عم بدق عليه ما بعرف بس ما يعني هلأ هو شيء طبيعي إذا واحد إجا حكي هذا الشيء مقابيل مية بتبين ساعتها واحد مقابيل مية ما بيغلبه نعمل هيك الميزان يعني بس ما قريته هذا الشيء انا ابدا لا ما بتامن بمحل معين انه امرار واحد بيكون معه الحق ومية غلطانين لا بامن انه واحد في عنده طار شخصي والمية بيحكوا ضميرهم طب هلا انت اعطيتني الباس على قصه الطار الشخصي خليني اقول انه كمان بسياق تعرضك للحملات والشائعات والاتهامات والحرب شوي هيك امرار انت بتحاول انك تخليها مبطنه بس عم تفرض لا لانه ما برد منشان هيك انت كمان ما بترد على الحملات ايه مثلك انا نفس الشيء اذا حدا تعرض لي ما برد لانه اذا بترد بتعطي قيمه للشخص يعني ما هو شخص عم يجرب يهاجمك كرمال حدا يعمل له قيمه فانت ما بترد عليه بيضل بلا قيمه نفس الشيء بيديو الغرام انتبه بس هون خلينا معلش نقول شغله مش معناتها انه انا ضد النقد وانا ما بقبل النقد انا بشتري النقد الشرايه هيدي بالعربي ولا النقد الايجابي النقد السلبي والايجابي من الشخص اللي بيعرف شو يعمل اللي بيعرف شو يكتب وبوثق انا انه هذا النقد يعني انا اذا بيجي مثلا اميل شاهين مثلا مع حفظ الالقاب للجميع بكل الحلقه من هلا للاخر احسن ما نضل كل الوقت استاذ ودكتور وبروفيسور وكذا ومدري شو اذا بيجي اميل شاهين مثلا انا بيقول لي مثلا انا في فيلم كشف له تعال نعمل عمليه نقد انا وياك ما بجاوبه مش انه بناقشه ما بجاوبه
بقول له انت احكي كل شيء اللي بدك اياه وسلف معك حق. طيب ايضا خليني بس لانه بدي مرق هالموضوعين بموضوع مسلسل جيو الغرام لنقفل عنه، هل صحيح انه لم تشعر بانسجام تام مع ماجي الممثله اللبنانيه ماجي بوغصن باعتبار انه هي كانت يعني اكبر منك سنا، يعني ما في هالاندماج وهالانصهار ككوبل مغرمين ببعضهم خلال المسلسل؟ مين قالهم هول؟ طب جاوبني على السؤال. لا ما قال لي هو يعني حدا كاتبهم ولا انت عم تسالني سؤال؟ يعني فهمت لا هيدا السؤال انا عم بسالك اياه. اوكي ايه لا مش صحيح. مالكش على هالجواب. لقول لك ليش؟ لسبب كثير بسيط، اول شيء الفرق بالعمر مطلوب، ما هي القصه هيك مبنيه. يعني ما فيك مثلا تشيل ماجي ابو غصن تيجي تحط محلها شو بعرفني جوال داغر مثلا او باميلا الكيك، ما بتزبط، ما هو لازم يكون بالموضوع انه هي اكبر منه. يعني هذا الشيء المزبوط. هلا هي تركيب السيناريو، يعني تركيبة السيناريو هو هيك لازم يكون، لازم يكون اكبر منه، لازم يكون مرة مجوزة. بس يقال انه ما شعر بالاندماج او ما كان في اذا بدك شو بقولوا رجعت على يقال، بدك تقول لي اقول تقتنع منك لانه يقال ما بعرف يعني مش كثير مرتاح لهيدا اليقال. اول الحلقة يقال. عرفت؟ لانه لا بالعكس في انسجام كثير كبير انا وماجي، يعني حتى على المستوى الانساني اليومي العائلة. يعني في بالعكس حدا كثير بتفق معه، حدا كثير بتحترم شغله البروفيشنال. لحديت هلا كيف يعني لحديت انه بعدكم اصحاب؟ اكيد بعدنا اعز الاصحاب وصرنا اكثر من قبل. عن جد؟ ايه بكثير. بس انا معطياتي غير هيك. ايه دائما في عالم عندها معطيات غير، بتحاول توشوش انه معطيات واحد غير هيك. بس لا انا اعز الاصحاب. امبارح اول امبارح كنا عم نحكي على التليفون مع بعض. يعني ما في مشاكل بيناتكم؟ ما كنت عم بحكي معه وكان زوجة قاعد حدا وسلمت عليه وحكيت معه. مش واتفقنا انت ما نطلع نتعشى سوا. مش الحال بهذا الموضوع. ولا مرة ما كان ماشي الحال اساسا. في اشخاص جربوا انه يلعبوا لعبة انه يلا هتا نفتن، يعني في يمكن كان بعد في ماجي ما جربوا يعملوا فتنة بيني وبينه. بس ما زبطت معه. طيب سوري يعني اذا عم تحضرونا بعتذر انه ما زبط. ان شاء الله يحضر حيحضرونا على كل الاحوال. على الاكيد رح نكفي هالحوار الشيق معك، ايضا رح نفوت حكبل لك كذا باس بعد قوايا. وانا مبسوط بردود فعلك الحلوه، وهيدي كمان بتدل بمحل معين انه اي ضيف مع اي محاور بحال فيها التساؤلات اللي انا عم بطرحها، سواء انا عم بطرحها او عم جيبها من يقال ونقلا او حدا موشوش لبدايتي، انا بحب الواحد يكون عنده ثقه بحاله وعنده مقدره يجاوب على كل الاسئله مثل ما عم تعمل اليوم. بس انت شاطر، لو ما انت شاطر قاسم اول شيء ما كنت جيت سلف. تسلم. ثاني شيء ما كنت اعتيت، يعني لو ما انت بتعرف، يعني انا بعرف انه المحاور اذا ما عرف وين يفتش ومنين يشيل. ما بقى تطلع بس على الوراق عم شوفك عم تسرق نظر على لا شو ان شاء الله فكرك اسرق نظر بقشعه من هون لهوني. اذا رح نتوقف مع اول فاصل اعلاني بحلقتنا الكامله لليله مع الفنان الممثل كارلوس عزار. بعد البريك حنحكي عن أيضا كثير عصب الدواليب ومشاكل، ورح نفوت بأيضا تطورات كارلوس للمستقبل وأعماله الجديدة. تابعونا بعد أول بريك إعلامي. إذن عودة لكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة المميزة مع الممثل والفنان كارلوس عزار بالجزء الثاني. عم تشوفوا قدامكم على الشاشة مواقع البرنامج، عندكم اليوتيوب، تويتر، الفيسبوك وأيضا الإيميل. كارلوس كنا قبل البريك عم نحكي عن حتى أوضح كمان بسياق الحلقة، أنا ما عم بركز إنه عم طلعك بصورة إنه أنت مشكلج وعندك مشاكل مع كثير أشخاص، بس لأنه نحن عم نحكي يا أبيض يا أسود، عم نحكي هلا بعدنا شوي بالجانب الأسود انه قد يتعرض الشخص الناجح. وخليني انا اقول انه الشجره المثمره ترشق دائما بالحجاره، فدائما يتعرض الشخص الناجح لمجموعه من الاتهامات، وفي ناس بيحاولوا يحطوا له العصب الدواليب لاهداف رخيصه ولاهداف شخصيه. يعني هون انا كمان عم ساندك شوي. لا هو مع انه ما بحق لي يعني. لا معك حق، هي بشغله انه انا بفتره من الفترات جهه وحده، يعني مش اكثر من جهه، جربت تنزع لي علاقتي بكل شيء بمت بصله بالحوالية. يعني بس لانك نجحت باللي عم تقدمه؟ يمكن يكون لا في شغلات اكثر من هيك. يعني هلا هي الغيره موجوده والحسد والامراض النفسيه هي موجوده وين ما كان، يعني بس انه كمان اوقات بيصير في شغلات بتتخطى هذا الحدود، منشان هيك انت هيك بتعمر لها بلوك ما حدا يقدر يخترقه بقى. فمنشان هيك انه كان عندي كثير اشخاص عندهم نقاط استفهام حولي، رجعوا اكتشفوا الحقائق بعدين ووعيوا، في اشخاص بعد ما وعيوا
بتمنى لهم يوعوا بيوم من الايام. لا لم تعد تؤمن بالصداقه كارلوس؟ لا بلا، كيف ما بؤمن بالصداقه؟ لا، او انه يمكن الصديق بمحل معين هو اول من يطعن بالظهر، بتامن بهذا الشيء؟ لا، الصديق الحقيقي ولا ممكن يطعنك بالظهر بحياتك. على فكره انا اصدقائي يعني انا الصديق الجديد يعني هذا اجدد صديق لي عمره شي 20 سنه، مش هو عمره يعني عمر معرفتنا او الصداقة شي 20 سنه، هذا الاجدد شيء يعني. كنا قبل بريك عم نحكي كارلوس انه كنت على مشارف انك تفوت بخلاف مع الممثل اللبناني الموجه له تحيه ماجي ابو غصن، ولكن اثنيناتكم تداركتوا الامر، هل صحيح هذا الشيء؟ لا، ولا مره كنا على مشارف خلاف، في اشخاص جربوا يعملوا هذا الخلاف ويكون خلاف كثير كبير يعني، بس هن يعني وقت اقول هن يعني ماجي وزوجها استاذ جمال بوجه لهم انا تحيه خاصه يعني، هن بيعرفوا قديش انا بحبهم، هن كانوا عارفين سلف شو اللي عم يعني شو اللي عم ينحك يتخيط، وانا كنت عارف، فحكينا بالموضوع وضحكنا عليه وكملنا لقمتنا يعني عادي. كنت عم تعشوا يعني.